الله ومرحبا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج في أسبوع، نستعرض فيها أهم أحداث الأسبوع ونناقش أبرز تطوراته، والبداية بحوصلة لأهم الأخبار. والبداية من يوم الأحد الماضي، حيث نشرت وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس تفاصيل التقرير المسرب عن لجنة الخبراء بالأمم المتحدة الذي يكشف عن تلقي 3 مشاركين في ملتقى الحوار السياسي الذي قادته الأمم المتحدة بتونس رشاوى مقابل التصويت لصالح إحدى القوائم. أيضا الأحد، أكدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن مكان الاجتماع بمدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. وأعضاء في اللجنة عن حكومة الوفاق يحذرون النواب من عقد الجلسة في سرت بسبب تواجد المرتزقة الأجانب. وأيضا الأحد، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أكد نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة التنفيذية شفافية تامة، محذرا في الوقت ذاته مما أسماه محاولات التشويش التي يقوم بها المعرقلون لمسار تشكيل الحكومة، ويدعو لجنة الخبراء للكشف عن تحقيقاتها بشأن مزاعم الرشاوى. وإلى يوم الثلاثاء، حيث قالت رابطة ضحايا ترهونة إنه تم التعرف رسميا على جثث ثمانية أفراد من عائلة جاب الله كانت قد اختطفتهم عصابات الكاني التابعة لميليشيات مجرم الحرب حفتر بمدينة ترهونة. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الخميس أكد أن حكومته ستلتزم بالاتفاقية البحرية الموقعة مع تركيا، معتبرا إياها اتفاقية جيدة تخدم مصالح البلدين وتضمن عدم المساس بحقوقهما السيادية. دعا أعضاء ملتقى الحوار السياسي أعضاء مجلس النواب إلى الالتئام لإتمام استحقاقات المرحلة القادمة، مؤكدين ضرورة الالتزام بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية وعدم تجاوزها، واحترام ما نصت عليه من ضرورة مراعاة الكفاءة والنزاهة والتمثيل العادل عند تشكيل الحكومة. أكد المتحدث باسم مجلس نواب طبرق عبد الله بليحق الخميس أن جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد بمدينة سرت في موعدها المقرر سابقا يوم الاثنين المقبل، في حين أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم التشكيلة الوزارية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب بطبرق. أكد المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش ضرورة توحيد الأطراف الليبية للتعجيل بتشكيل الحكومة، داعيا مجلس النواب الليبي إلى ضرورة عقد جلسة رسمية موحدة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة. وفي خبرنا الأخير، قالت عملية بركان الغضب إنها رصدت 41 رحلة لطيران أجنحة الشام السورية أقلعت من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، وهبطت في مطار بنينة في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج، تقل مرتزقة من سوريا إلى حفتر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف أكتوبر الماضي. إذن كانت هذه حوصلة لأهم وأبرز أحداث هذا الأسبوع، والآن إلى ملف حلقتنا.
التطورات الأمنية في مناطق سيطرة حفتر وتحركات المرتزقة الأخيرة في ظل المشهد السياسي الحالي وترقب عقد جلسة لمجلس النواب الاثنين المقبل لمنح حكومة الدبيبة الثقة هي ملف حلقتنا الليلة، نناقشه مع ضيوفنا الكرام بعد أن نتابع هذا التقرير. أكد أمير غرفة عمليات سرت الجفرة العميد إبراهيم بيت المال أن طائرات الاستطلاع المسيرة رصدت خروج نحو 8 حافلات وسيارتين من نوع تويوتا من قاعدة القرظبية بسرت في اتجاهها للشرق. مشهد خروج المرتزقة الروس التابعين لمجرمي الحرب حفتر من سرت والجفرة وتوجههم إلى الشرق يراه مراقبون غريبا من نوعه ويطرح تساؤلات عدة، فهل هو انسحاب للمرتزقة الروس أم هو خطة جديدة لإعادة الهجوم؟ هكذا وصفه مراقبون. آخرون يرون أن خروج المرتزقة الآن جاء لترك الساحة أمام اجتماع مجلس النواب المزعم انعقاده يوم الاثنين المقبل بمدينة سرت لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة. بينما تحدثت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية عن مفاوضات واجتماعات حدثت بين الإمارات وبين بعض أبناء مجرم الحرب حفتر لخفض الدعم المالي لمرتزقة الفاغنر، وذلك بسبب الضغوطات الدولية على الإمارات، الأمر الذي جعل وزارة الدفاع الروسية تقوم بتمويل المرتزقة بكافة الأسلحة والعتاد. المرتزقة المتواجدون في ليبيا بلغ عددهم أكثر من 20,000 مرتزق تابعين لميليشيات مجرم الحرب حفتر وفقا لما ذكرته المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز. وفي ذات السياق كشفت صحيفة فورميكا الإيطالية أن الفاغنر تجاوزوا حفتر وأصبحوا يتآمرون مع المرتزقة الجنجويد والتشاديين للاستيطان في المنطقة الشرقية، فيما يرى البعض أن مجيء المرتزقة الفاغنر إلى الشرق الليبي زاد الوضع الأمني سوءا. ففي ظل تردي هذه الأوضاع ظهر القيادي المعروف بميليشيات حفتر محمود الورفلي المطلوب دوليا وهو يدمر ممتلكات وكيل تويوتا في بني غازي ويتواعده ويهدده بالقتل، الأمر الذي حمل بعض أتباعه على استنكار ما قام به من تصوير لجرائمه وإظهارها على الشاشات وطالبوه بالكف عن هذه الجرائم وليفعلها في الخفاء دون تصوير وإشهار. تجاوزات لا تفتأ تكشف أكثر عن زيف ادعاءات حفتر وميليشياته تأسيس مؤسسة الجيش والشرطة التي تلتزم بالانضباط والقانون، وتؤكد زيف ما تدعيه من نجاح في تحسين الوضع الأمني في مدن الشرق عامة وبنغازي خاصة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة. معي عبر الهاتف من إسطنبول السيد المهدي كشبور المحامي والسياسي الليبي، كما سينضم إلي من استديوهاتنا في مصراتة السيد أحمد العشيبي الحقوقي والناشط السياسي. سيد المهدي كشبور أرحب بك بداية في هذه الحلقة، ولو بدأنا من آخر مشهد رأيناه في التقرير الذي استمعنا إليه قبل قليل، وهو مشهد اقتحام مجموعة عسكرية ترتدي الزي العسكري الرسمي في مدينة بنغازي بقيادة المطلوب دوليا محمود الورفلي، اقتحامهم مقر شركة أو وكالة التويوتا في بنغازي وقيامهم بأعمال تخريب وهم يقولون هذه أموال الشعب الليبي. نريد أن نفهم هذا المشهد من الناحية القانونية، كيف تصفه؟ أهلا بك وبالسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. الحقيقة يعني هذا المشهد لا يمكن اجتزاؤه بمعزل عن ما يدور في الساحة السياسية الليبية في هذه الفترة. كلنا يعلم أن محمود الورفلي لا يتصرف من تلقاء نفسه، وهو أحد أدوات خليفة حفتر ويده الطولة التي يبطش بها، وبالتالي هذا له مؤشرات بأن خليفة حفتر يريد إعادة الهيمنة وإعادة الرعب في المنطقة الشرقية، خاصة بعد أن بدأت تتعالى بعض الأصوات التي تنتقد الوضع. لكن سيد المهدي كشبور عفوا اسمح لي بس أقاطعك قليلا قبل أن نتحدث عن المؤشرات السياسية أو الدلالات هذا المشهد، نريد أن نعرف ما هو توصيفه القانوني هذا العمل. نعم، هذه بالتأكيد هي جريمة جنائية، تهديد بالقتل وسرقة وتشكيل تنظيم عصابي، ويعني لها العديد من الأوصاف القانونية التي تنطبق عليها.
سيما وأن كامل المجموعة التي يعني تتبع محمود الرفلي هي مجموعة غير منضبطة وغير قانونية ولا يوجد لها إطار قانوني، بل أن إذا ما يعني كيفنا الموضوع تكييف قانوني صرف بمعزل عن التدخل السياسي، فإن كل تنظيم الكرامة هو تنظيم إرهابي وعمل وتنظيم إجرامي مسلح، وبالتالي ينطبق عليه العديد من الأوصاف القانونية خاصة في الكتاب الأول من قانون العقوبات والمتعلق بجرائم ضد أمن الدولة، وهو الذي يتناول تشكيل مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة أو ادعاء صفة سياسية، صفة عسكرية أو منصب عسكري أو ارتداء شارات عسكرية أو ما إلى ذلك. كل هذه جرائم يصل بعضها إلى الإعدام، يعني عقوبتها تصل إلى الإعدام، وبالتالي للأسف يعني كل الأوصاف القانونية هي متوفرة. ناهيك عن الجرائم التي ارتكبها سابقا محمود الرفلي وهي كثيرة وعديدة ولا تعد ولا تحصى، وكل يعني إذا ما تمت محاكمته محليا بها سوف يتحمل مسؤوليتها هو ومن أعطاه الأمر ومن حتى يرأسه بشكل مباشر، وبالتالي وهذه الجرائم عقوبتها في أغلبها الإعدام، ولكن للأسف لا يعني لا مجال عن تطبيق القانون في المنطقة الشرقية. للأسف هي توجد سلطات مارقة تسرح وتمرح وترتكب ما تشاء من أفعال، ولكن لا يمكن يعني الحديث عن توصيفات القانونية في الفترة الحالية، سيما مع تقاعس السلطات الاتهام في المنطقة الغربية وعدم تقديم متهمين. إلى اليوم محمود الورفلي لا توجد ضد قضية أمام القضاء الليبي، إلى اليوم خليفة حفتر ضد قضية أمام القضاء الليبي، اليوم كل من ضم إلى عملية الكرامة لا يوجد يعني قضايا رفعت ضده. في بداية عملية الحرب على طرابلس في 4/4 صدر أمر قبض وحيد من المدعي العام العسكري ضد خليفة حفتر وبعض قيادات الكرامة، ولكن للأسف لم يستتبع بتقديم مذكرة اتهام. سيد المهدي، نعم. سيد المهدي، أنت وصفت بأن تنظيم الكرامة كله بميليشياته ليس تنظيما قانونيا، إنما هو تشكيل عصابي، لكن رغم ذلك سيد المهدي، كما يعلم الجميع أن عملية الكرامة قامت يعني تحت ذريعة أو بادعاء أنها تريد تأسيس دولة قانون، دولة جيش وشرطة ومؤسسات وانضباط، وشاهدنا هذا التنظيم أو هذه المجموعة التي داهمت شركة تويوتا ترتدي الزي العسكري الرسمي وعليها الشارات الرسمية. نريد أن نفهم يعني ما قامت به، ما مدى مطابقة ما قامت به إلى الإجراءات القانونية والعمل المؤسسي القانوني؟ هل إذا ما حتى أرادت أن تداهم مكانا تحت مبرر ما، هل يتم بهذه الطريقة التي رأيناها الآن؟ ما مدى مطابقة هذا مع ما تدعيه؟ نعم، في البداية سيدي الكريم أن العمل المؤسساتي يكون بشكل هرمي. كلنا يعلم أن في 16/5/2014 عندما أعلن خليفة حفتر عملية الكرامة، وكان في ذلك الوقت المؤتمر الوطني هو السلطة الشرعية، ولم يكن لخليفة حفتر أي إطار قانوني، وشكل هذا التنظيم العصابي. إذن حتى تصحيح وضعه لاحقا لا يلغي الجريمة السابقة، ومن ثم بعدها بأشهر تبناه مجلس النواب في طبرق وأصدر قانون واستحدث منصب القائد العام للقوات المسلحة. في القانون الليبي لا يوجد منصب القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي هذا المنصب وكل القادة العسكريين التابعين له هو يعني لا يوجد إطار قانوني له. ومن ثم أصدر مجلس النواب قانون استحدث قانون منصب القائد العام، ومن ثم عندما انعقد مجلس النواب في طرابلس ألغى هذا المنصب، وبالتالي عاد الأمر إلى وضعه القانوني، أي أن هذا المنصب لا وجود له قانونا. حتى لو افترضنا قانونية هذا الجسم، نعم هذا هو السؤال، المسمى جيش الكرامة، حتى لو افترضنا جدلا بأن هذا الجسم هو جسم قانوني، فإجراءات القبض والتفتيش يجب أن تتم عن طريق النيابة العامة، وحتى إجراءات القبض والتفتيش هناك ضوابط
لا يعني لا يوجد مبرر للتدمير والسرقة والتهديد بالقتل. الإجراءات التفتيش تتم بانضباطية تامة، تتم عن طريق مأموري ضبط قضائي، يتم إبراز المستهدفات من التفتيش وما إلى ذلك، وإحالتها للنيابة العامة، وليس التكسير والتدمير والتهديد بالقتل. أيضا يجب أن يكون هناك أمر صادر من النيابة العامة، وهو غير موجود في حق المجرم محمود بورفلي، وبالتالي كل الإجراءات سواء شكليا أو موضوعيا هي باطلة، وهي في حقتها لا تتجاوز أن تكون جريمة يقوم بها تنظيم عصابي لا أكثر ولا أقل. نعم، طيب انضم إلينا الآن من استوديوهاتنا في مصراتة الأستاذ حمد العشيبي الحقوقي والناشط السياسي. أرحب بك سيد حمد العشيبي. نعم، أرحب بك سيد أحمد العشبي. نحن نتحدث حول الأوضاع الأمنية في المنطقة الشرقية ومناطق سيطرة حفتر، وتحديدا حول المقطع الذي ظهر فيه المجرم المطلوب دوليا محمود الورفلي وهو يقود تشكيلا عسكريا يداهم فيه احدى مقرات او احدى الشركات، مقر لاحدى الشركات، ويقوم باعمال تكسير وتخريب. سؤالي لك سيد حمد العشيبي هو الى اي مدى يكشف هذا المقطع وهذا العمل من هذا التشكيل العسكري، يكشف زيف وكذب ادعاء قادة عملية الكرامة بأنهم ما جاءوا إلا لتأسيس مؤسسات جيش وشرطة ودولة قانون وانضباط ونظام؟ أولا مساء الخير لك أستاذ عبد الرحمن ولقناتك الموقرة ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي قناة التناصح الكرام. أستاذ الكريم، ما قام به محمود الورفلي لم يكن يعني بمحض الصدفة أو يعني خرج من تلقاء نفسه ليقوم بهذه الأعمال، ويعني يستهدف يعني وكيل شركة تويوتا التي تمتلكها عائلة السوسي، وهي طبعا تمتلك هذه الوكالة يعني من أيام النظام الملكي، يعني مش من الآن، من 50 عام تقريبا هذه الوكالة لهذه العائلة. لم يكن بمحض الصدفة ولا بالخروج من تلقاء نفسه، إنما هي خروج بتعليمات من مجرم الحرب خليفة حفتر لإحداث فوضى في الشارع البرقاوي أو الشارع البنغازي بصفة خاصة. رأينا قبل أيام خروج عميد بلدية الأبيار المدعو حمدي العمروني، وهو من أعمدة الكرامة ومن الذين يعني قاموا بدعم خليفة حفتر بالمال وآووه في منطقة الأبيار ومنطقة بومريم. رأيناه يخرج ويعلن بأنه يتبع حكومة الوفاق، وهذا في حد ذاته يعتبر انشقاق على مجرم الحرب خليفة حفتر. ويصف محمود الورفلي وميليشياته والكانيات يصفهم بالحشرات ويتوعدهم بالدهس وبإزالتهم من المنطقة الشرقية نهائيا، ويعلن أنه سيكون هناك اجتماع لقبيلة العواقير لمحاربة هذه الميليشيات كما وصفها، أو هذه الحشرات عفوا في اللفظ كما وصفها المدعو حمدي العمروني. سيدي الكريم، خليفة حفتر عندما قام بعملية الكرامة وبنيت على شماعة الاغتيالات وعلى مكافحة الإرهاب وعلى إقامة الجيش والشرطة ودولة القانون والمؤسسات، كل هذه الشعارات التي نادى بها خليفة حفتر لم نرى منها شيئا على أرض الواقع. بالعكس، خليفة حفتر وعملية الكرامة والميليشيات التابعة لها قاموا بتهجير أكثر من 480 ضابط وضابط صف، ناهيك عن الجنود. كل هؤلاء خرجوا مهجرين، هؤلاء الذين يتبعون المؤسسة العسكرية، ضباط وضباط صف. يعني لو كانوا هؤلاء الضباط وضباط الصف وجدوا في عملية الكرامة أنها هي عملية لبناء جيش حقيقي، وأنها فعلا خرجت لبسط الأمن يعني إقامة جيش وشرطة، فما كانوا ليتركوا هذه المؤسسة ويهاجروا بأهلهم وبذويهم ويتركوا أرزاقهم. طيب، رغم ذلك سيد أحمد العشيبي، هذا الشعار، شعار الجيش والشرطة، شعار الجيش والشرطة الذي رفعه خليفة حفتر حظي ربما بترحيب كبير
كبير وتأييد واسع في كثير من المناطق الليبية وشرق ليبيا، رغم ما تقولونه من أنه لا يمثل حقيقة مؤسسة جيش وشرطة، وكثير من أبناء الجيش والشرطة يعني هجروا ولم يستطيعوا الالتحاق بهذا التنظيم لمخالفته لأسس الجيش والشرطة. الآن هذه المشاهد المصورة لميليشيات حفتر وأبرز قياداته يقومون بأعمال تخريب تكسير، يعني تحت أي بند، لا تندرج تحت أي بند من بنود القانون، إلى أي مدى تعتقد بأن هذا يكشف زيف الادعاءات السابقة لخليفة حفتر ويجعل حتى من أنصاره أمام يعني وجهه السافر المكشوف؟ نعم أستاذ عبد الرحمن، هذا يعني إن دل على شيء إنما يدل على أن هذه العصابات لم تأتي يوما ما لإقامة العدل ولإقامة القانون ولبسط الأمن ولبسط سيطرة كما سموها بالجيش. هذا شعار براق فقط، كما قلت حضرتك أن الكثير استهواهم هذا الاسم، قوات المسلحة العربية الليبية والجيش الليبي وغيرها، وأن خليفة حفتر هو المنقذ للمنطقة الشرقية مما سموه بالميليشيات وما عمليات الاغتيال التي رعتها المخابرات المصرية والإماراتية. يعني أهل برقة كانوا يرون في خليفة حفتر أنه منقذ وخدعهم بالكثير من العبارات، ويعني زي ما نقولوا جرى بهم شيوخ القبائل. ونحن القبلية في المنطقة الشرقية تختلف تماما عن المنطقة الغربية، شيخ القبيلة لا يزال لديه تأثير عندما يقول لأبناء القبيلة اخرجوا وقاتلوا مع خليفة حفتر، ويتبرأ ويرفع الغطاء الاجتماعي عن كل من عارض عملية الكرامة. هذا له تأثير كبير جدا في المنطقة الشرقية. يعني قبيلة العواقير يتباهون بأنهم قدموا أكثر من 4800 قتيل قربانا لخليفة حفتر، وقبيلة الدرسة والعبيدات وغيرهم، كل القبائل اللي انضوت تحت خليفة حفتر الآن أفاقوا على هذه الكذبة وأفاقوا من هذه الغيبوبة وعلموا أنهم فعلا وقعوا في فخ وأنهم ضحوا بأبنائهم. الآن المنطقة الشرقية على صفيح ساخن تنتظر يعني ربما منقذ آخر ينقذهم من خليفة حفتر، وسنرى بإذن الله بنغازي شرارة الثورة ستنتفض بإذن الله على هذه الطغمة الفاسدة لتزيحهم نهائيا عن المشهد، ونرى بإذن الله عودة المهجرين الذين هجروا والذين يعني آوتهم مدن المنطقة الغربية، وهم في نظر خليفة حفتر إرهابيين ودواعش. نحن لم نرى عملية اغتيال واحدة في المنطقة الغربية قام بها مهجرو بنغازي أو درنة أو جدابية وغيرهم، ولم نرى أي يعني مشاكل حدثت من هذه الشريحة، بل هم ربما الذين تعرضوا للاختطاف والمجتمع الطرابلسي والمجتمع المصراتي وغيره. طيب نعم، دعني أتحول وأعود إلى ضيفي سيد المهدي كشبور. نعم. سيد مهدي، يعني ذكرت في حديثك بأن محمود الورفلي لا يقوم بهذه الأعمال من تلقاء نفسه، إنما هو يعني اليد الضاربة لخليفة حفتر ويقوم ما يمليه عليه حفتر. لكن السؤال هو، محمود الورفلي مجرم متهم بجرائم حرب ارتكبها يعني أمام الشاشات ومبثوثة أمام العالم، ومطلوب دوليا، مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية، وكان هناك ضغوط على حفتر لتسليم محمود الورفلي، وتظاهر بأنه مدة اعتقله ثم أطلق وأخلى سبيله، لكنه اليوم يظهر أمام الكاميرات وأمام الشاشات ليس طليقا فقط، إنما يقود على رأس عمله، يقود تشكيلات مسلحة ويقوم بالمداهمة والتخريب والتكسير. ما دلالة ذلك من وجهة نظرك؟ هل حفتر يتحدى المنظومة الدولية، يتحدى القانون الدولي، يقول أنا يعني لا يهمني أن مقترفي جرائم حرب مطلوبون دوليا، هذا كله يضرب به عرض الحائط ويتحدى جميع الأعراف والقوانين المحلية والدولية؟ نعم سيدي الكريم، هو يليت الأمر اقتصر على ذلك، بل أن خليفة حفتر قام بترقية محمود الورفلي بعد إصدار أمر قبض ضده من رتبة رائد إلى رتبة مقدم، وبالتالي هذا إعلان صريح بأنه يدعم الجرائم التي يقوم بها خليفة حفتر، وهذا للأسف يعني بسبب تقاعس الجنائية الدولية في ملاحقة القادة العسكريين الذين يعني يقودوا عملية الكرامة. في القانون الدولي في طبقا لبروتوكول روما محكمة الجنايات الدولية، فإن القادة العسكريين يتحملوا مسؤولية
الافعال التي يرتكبها المجرم يعني الضباط او المتبوعين لهم الا في حاله واحده، وهي حاله ان يتم محاكمتهم محاكمه عادله، ولكن للاسف هذا ما لم يتم. وبالتالي هو خليفه حفتر هو شريك لمحمود الغرفلي طبق القانون الدولي، ولكن المحكمه الجنائيه الدوليه لا تريد ان تفعل دورها في هذا المجال. وايضا اصدرت اكثر من مذكره او احاطه امام مجلس الامن تحدثت فيها على ان خليفه حفتر لا يريد تسليم محمود الغرفلي، وبالتالي كان ينبغي ان تستتبع هذه المذكره باجراءات اخرى. للاسف خليفه حفتر يعلم جيدا بان الجنائيه الدوليه لا توجد لديها ذراع ضبطي لإنفاذ أحكامها وأوامر الضبط لديها، وبالتالي هو يعلم بأن وأيضا أن الجنائية الدولية لديها مشاكل مع الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الآخر القوي وهو روسيا وفرنسا حلفاء وشركاء لخليفة حفتر في جرائمه، وبالتالي هو يعمل في طمأنينة من هذا الجانب بأنه لن تتم ملاحقتها ولن تتم حتى لو صدرت مذكرة قبض لن يتم تنفيذها. وبالتالي اليوم يعني بعد الفترة الأخيرة بدأت هناك أصوات تنتقد عملية الكرامة من داخل بنغازي، وبدأت أصوات تطالب بالسلام وتطالب بالمصالحة وتطالب بعودة المهجرين وتطالب بوقف عسكرة الدولة. فاليوم يعلن خليفة حفتر عن عودة يعني جلاده ويده الطولة التي يبطش بها وهو محمود الغرفلي من خلال هذا العمل الإجرام الذي قام به. يعني أولا الجريمة التي يتحدث عنها محمود الغرفلي وهي دواعش المال، وأن قطع غيار ثمنها 70 دينار تباع بمبلغ 700 دينار. الطرف الآخر الشريك في الجريمة إذا ما صحت جريمة يعني الفساد في المال العام، الطرف الآخر الشريك من هو؟ من الذي يشتري بهذه المبالغ؟ أليست ما يسمى بالقيادة العامة؟ لماذا لا يذهب محمود الغرفلي إلى خليفة حفتر في مقره في الرجمة ويعني يستعرض عليه هذه العضلات التي يستعرضها على يعني الضعفاء موظفين في شركة يعني يهددهم؟ و ثاني يوم من هذه الجريمة أيضا حاصر المصرف المركزي في بنغازي، فرع المصرف المركزي بنغازي، وبالتالي واضح من 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 هذا الفعل. أولا هناك مؤشرات واضحة على أن تيار الكرامة يعاني من مشاكل مالية ويحتاج إلى إيجاد تمويل لذاته، وهو ما اليوم يحاول عمل محمود الغرفلي من خلال ابتزاز رجال الأعمال في بنغازي وأيضا ابتزاز حتى المؤسسات الدولة وليس فقط رجال الأعمال. وبالتالي الأمر له العديد من المؤشرات السياسية والاقتصادية. لا يمكن الفصل هذا العمل الذي قام به محمود الغرفلي عن المنظومة السياسية بالكامل في ليبيا. طيب سيد مهدي كشبول، يعني قبل أن نتحول إلى حمد العشابي، هذا المقطع الفيديو إلى أي مدى هو لا يدين فقط محمود الغرفلي بالجريمة التي يقترفها أمام الكاميرات وهو يصور ويتباهى بما يفعله من مخالفات ضد القانون وتهديد بالقتل إلى غير ذلك، إلى أي مدى هو يدين حفتر ذاته وليس محمود الغرفلي فقط؟ وقد يعتبر هذا دليلا إضافيا، نعلم أن هناك قضايا مرفوعة ضد خليفة حفتر وضد لما اقترفه من جرائم في بعض المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، إلى أي مدى هذا يعتبر دليلا إضافيا ذو قيمة؟ نعم بالتأكيد سيدي الكريم، نحن كما ذكرنا في أول مداخلة بأن القادة العسكريين سواء كانوا عسكريين نظاميين أو غير نظاميين، القانون الدولي لا يفرق بين عسكري نظامي أو عسكري غير نظامي، عسكري يشكل ميليشيا أو عسكري هو من ضمن المؤسسة العسكرية الصحيحة، لا يفرق. طالما أنت يعني لديك صفة القائد العسكري فأنت تتحمل مسؤولية كل الأفعال التي يقوم بها مرؤوسيك ما لم توقفهم وتحاكمهم محاكمة عادلة وليس محاكمة سورية كما فعل خليفة حفتر مع محمود الغرفلي. يجب أن تكون محاكمة عادلة يستحق فيها الجزاء، سيما أن الجرائم التي ارتكبها محمود الغرفلي لا يمكن اعتبارها
أفعال أخطاء أو غير مقصودة، هي أفعال يعني يسبق عليها وصف العمد والإصرار، وبالتالي يعني يتحمل خليفة حفتر مسؤوليته. وحتى لو لم يكن، حتى لو لم يكن محمود الغرفلي تابعا للمؤسسة العسكرية ولا يتبع خليفة حفتر، فخليفة حفتر يدعي أنه يسيطر على أمن المنطقة الشرقية، وبالتالي من مستلزمات هذا الادعاء أن يوفر الأمن حقيقة، ومن خلاله يتم القبض على من يرتكب هذه الجرائم. محمود الغرفلي إلى اليوم لازال يسرح ويمرح في مدينة بنغازي ويرتكب ما يشاء من الأفعال ويهدد رجال أعمال. بعد هذه الجريمة التي ارتكبها حاصر مصرف المركزي وغيرها من المؤسسات، وبالتالي وأيضا أعلن تهديد صريح لأهل بنغازي بأن يعني من يعني يخرج عما سماه القيادة العامة سوف يتم قتله وما إلى ذلك. طيب سيد أحمد العشابي، هذا التصرف من محمود الغرفلي هل يمكن أن يندرج تحت وصف الأعمال الفردية أو المخالفات الفردية التي قد يقترفها بعض القادة أو بعض التشكيلات الخارجة ربما عن السيطرة، أم إن هو حالة عامة تعم ليس فقط بنغازي إنما جميع المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات خليفة حفتر؟ يعني إلى أي مدى هذه الحالة هي حالة عامة وليست فقط تصرفات فردية من قبل شخص معين؟ نعم أستاذ عبد الرحمن، هي ليست تصرفات فردية. محمود الغرفلي اختفى طيلة المدة الماضية، ولنراه يخرج اليوم ليدمر وليكسر مبنى وكالة شركة تويوتا، يعني لا علاقة له بالإرهاب ولا علاقة له بدعم ما يسميه هو بالإرهاب. هذه الحالة هي حالة عامة، كل المناطق التي وطئتها يعني أقدام هذه الميليشيات الإجرامية، نحن خير دليل عندما أتوا إلى ترهونة ويعني وضعوا بصمتهم فيها والمقابر الجماعية وقتل الأطفال والنساء والكانيات وغيرهم، كذلك صبراتة عندما كانت تحت قبضتهم، مناطق الجنوب الآن أغلب مناطق الجنوب تحت قبضتهم، فيها كل هذه الانتهاكات، هي حالة عامة تعم المناطق التي يسيطر عليها خليفة حفتر، وهو بذلك يعني يتحمل المسؤولية القانونية والمسؤولية الأخلاقية تجاه كل هذه التصرفات، لأنه إذا لم يستطع السيطرة على محمود الغرفلي فعليه أن يخرج ليتبرأ خليفة حفتر من هذه الأفعال، وليطالب الجهات التابعة له مثل الشرطة العسكرية وغيرها والاستخبارات بالقبض على محمود الغرفلي وتسليمه، ولكن لا يقوم بترقيته كما فعل في المرة الماضية بعد يعني جرائم قام بها، يعني تكررت فيديوهات الإعدامات الجماعية، ثم عندما خرجت مذكرة القبض على محمود الغرفلي بيومين يخرج محمود الغرفلي متبجحا أمام العالم ليقوم بتصفية 11 شهيدا نحسبهم كذلك أمام مسجد بيعة الرضوان. يعني هذه أفعال فردية أخي الكريم، هي تحدث وفق أجندة تقوم بها المخابرات محمود الغرفلي، اللي هي المخابرات المصرية والإماراتية. أنا أركز دائما على المخابرات المصرية لأنها مخابرات لها باع طويل جدا في العمل الإجرامي وفي التصفيات وفي اغتيال خصومها، ومخابرات لها اليد الطولة في الاغتيالات التي حدثت في بنغازي. أنا كمتابع لعمليات الاغتيال التي حدثت في بنغازي 2013 و14 وكل الحالات التي تم اغتيالها كلهم يتبعون لتيار ثورة 17 فبراير، المستفيد الوحيد من هذه الجرائم ومن هذه الاغتيالات هي الثورة المضادة التي تتزعمها القاهرة متمثلة في نظام السيسي والداعم لخليفة حفتر. محمود الغرفلي ليس يعني ظاهرة فردية كما قلت لك، هو عملية يعني طابع العام لعملية الكرامة، عدم بسط حالة عامة الفوضى. طيب. سيد أحمد العشابي الحبري قبل أيام يعلن استقالته، هذا ما أردت أن أسألك عنه، يعني هذا ما أردت أن أسألك عنه، يعني في هذا السياق ذكرت علي الحبري بعث رسالة إلى عقيلة صالح يطالبه فيه بإحالته للتقاعد، مسببا ذلك بشدة الضغوط عليه لتمويل للاستمرار في التمويل
مع يعني غياب الحماية الأمنية، هكذا بالنص، مع غياب الحماية الأمنية للمصرف المركزي وللعاملين فيه. كذلك وزير الداخلية، في وزير داخلية حكومة الثني، يقول في بيان له يعني بالصوت والصورة بأن الحالة الأمنية في بنغازي تكاد تخرج عن السيطرة. ف يعني هذا يدعونا للتساؤل، هل الحالة الأمنية باتت من الخطورة بحيث لا يستطيع أحد أن يغطي عليها؟ يعني تحدثون محافظ ليبيا المركزي في البيضة، يعني علي الحبري وزير الداخلية، يعني هؤلاء يتحدثون عن انفلات أمني، فإلى أي درجة بلغ هذا الانفلات؟ الانفلات الأمني طبعا منذ سنوات، ليس وليد اللحظة. بالنسبة لإبراهيم بوشناف وزير الداخلية، في فترة من فترات منذ عام وعام ونصف تقريبا، تم إغلاق مديرية أمن بنغازي من قبل ميليشيات وبلطجية وصياع بوديمة التابعين لمحمود الغرفلي. أغلقوا مديرية الأمن، جاء إبراهيم بوشناف إليهم واستجداهم لكي يفتحوا مديرية الأمن أمام رجال الأمن أو أفراد الشرطة. يعني أي وزير داخلية يتحدثون هم، وهذا ليس وزير داخلية ولا يملك من أمر. كذلك علي الحبري تحجج بعدم بتراكم الدين العام وعدم قدرته على إدارة المصرف، وأشار إلى الظروف الأمنية. هو لا يستطيع أن يصرح جهارا نهارا بأن هذه الميليشيات الإرهابية تبتز المحافظ أو نائب المحافظ المكلف علي الحبري، وهو لا يستطيع التصريح بذلك. يقدم أو يعني يقدم استقالته لرئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح أفضل من أن يتم يعني تصفيته أو يقوم بتسييل أموال لهذه الميليشيات، ربما يسأل عليها لاحقا إذا قامت في ليبيا دولة قانون ومؤسسات، سيتم مساءلته عن الأموال التي صرفها لهذه الميليشيات لقتل الليبيين. بالنسبة لمحمود الغرفلي، كان من الأجدر به، وهذا على لسان أحد الداعمين لمحمود الغرفلي وهو المدعو محمد عبد الونيس بوشقمة، أحد الأبواق الداعمة لمحمود الغرفلي، يقول إذا الأفضل لمحمود الغرفلي أن يحارب تجار المخدرات وأن يحارب بيوت الدعارة والسحرة وكل الاختراقات الموجودة في الشارع البنغازي، كان بالأجدر محمود الغرفلي أن يقوم بمحاربة هؤلاء إذا كان هو ينتمي إلى مؤسسة عسكرية تحترم نفسها وينتمي إلى جيش يحترم نفسه. لكن أخي الكريم، هذا في الأساس ليس جيش، هي عصابة إرهابية إجرامية تكفيرية ومتطرفة تحمل أفكارا دينية معينة، يقتلون الناس وعلى الهوية وعلى انتمائهم الديني وعلى انتمائهم السياسي وعلى انتمائهم القبلي. كذلك هناك عمليات تطهير عرقي في المنطقة الشرقية، وهناك عمليات أخذ الثأر من عائلات بأكملها لا علاقة لها بشيء إلا أن أحد أبنائها ربما يكون مؤيدا حتى لمجلس شورى ثوار بنغازي أو محاربا فيه، فتقوم هذه الميليشيات بتهجير أكثر من 4 أو 5 عائلات. الآن لدينا أكثر من 13 ألف أسرة، يعني 200 ألف مهجر من بنغازي وحدها من جراء هذه العملية المشؤومة. نحن نرى حكومة الوحدة الوطنية متمثلة في السيد المهندس عبد الحميد دبيبة يقوم بزيارات هنا وهناك، ويغازل ربما عقيلة صالح وأبو عكوز والمنطقة الشرقية وقبائل المنطقة الشرقية، ويقول هم أهلنا وهم أقرب إلينا من جنيف وغيرها من العبارات الرنانة. لم نرى التواصل مع المظلومين ومع من المجني عليهم المهجرين في المنطقة الغربية الموجودين يعني بالقرب من عبد الحميد دبيبة، إذا أراد أن يكون فعلا رئيس حكومة وحدة وطنية وألا يكرر نفس الأخطاء التي ارتكبها فايز السراج بتجاهل هذه الشريحة الكبيرة. نعم. التي لم ولن تخلق المشاكل والتي تطالب بحقوقها بطرق سلمية وبطرق يكفلها لها القانون والدستور وتكفلها له الشرائع السماوية. نعم. هذه الشريحة أخي الكريم تم تهميشها، هي يعني ضحية لكل هذه التصرفات التي نراها يعني من محمود الغرفلي ومن خليفة حبتر وميليشياتها. هذه الشريحة ضحية لكل هذه الممارسات التي نراها. نعم. نرى الآن عملية تدوير القمامة في هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، تدوير القمامة، وزراء ووكلاء وزراء
يقوم يعني عبد الحميد الدبيبة بتنصيبهم في حكومته. طيب. وهم طيلة ست سنوات اللي السابقة. نعم. هم سبب الفساد وسبب الضنك الذي نحن فيه. طيب. نعم. موضوع التشكيلة الوزارية التي قدمت نرجو أن نتطرق إليها يعني بعد قليل، لكن دعني في ذات السياق أعود مع ضيفي سيد المهدي كشبور بالحديث عن ميليشيات حفتر. يعني هناك وكالات أنباء تتناقل أن المرتزقة الروس، مرتزقة الفاغنر وكذلك حتى الجنجاويد، هناك مؤشرات لبداية تململ وخروج عن سيطرة وتمرد حتى على خليفة حفتر، وأيضا أخبار تتحدث عن انسحاب للمرتزقة الروس من سرت إلى المنطقة الشرقية. كيف تقرأ هذه التقارير الصحفية وهذه الأخبار، وما هي دلالاتها من وجهة نظرك؟ الحقيقة سيدي الكريم يعني أن هذا التفسير هو غير منطقي، وكأن ميليشيا الفاغنر تعمل بمعزل عن المخابرات الروسية. هذه الشركة أسستها المخابرات الروسية لتكون لها ذراع غير رسمي تفرض من خلاله سيطرتها على بعض الدول خاصة في أفريقيا، ولهذه الشركة يعني استراتيجية تعمل من خلالها، وأمرها غير متعلق بالمال فقط. يعني مجرد أن يوقف عليهم خليفة حفتر المال ينسحب وما إلى ذلك. هذه الميليشيا تأتي بطيارات ودبابات وتحفر خنادق لتستمر لتبقى، هي تريد موطئ قدم في قاعدة الجفرة، موطئ قدم دائم وليس مؤقت، وبالتالي لن تتخلى. ربما يكون هناك إعادة تموضع، ربما هناك حسابات أخرى تقوم بها، ولكن أن انسحابهم المشهد الليبي وكان الأمر بهذه البساطة بمجرد أن خليفة حفتر يعطيهم أمر أو يمنع عنهم الدفع سوف تنسحب هذه الميليشيات. مجرد سحب هذه الميليشيات يحتاج إلى ثروة، يعني المدرعات والدبابات والآليات والطائرات والجنود. نحن نتحدث عن يعني حسب تقارير الأمم المتحدة نتحدث عن 20,000 مرتزق، رقم مهول. أيضا يعني هذه يعني القوة وهي تقودها الفاغنر لديها العديد من الميليشيات من جنسيات أخرى تتبعها بشكل مباشر من السودان ومن غيرها، تم إحضارهم عن طريق الإمارات، والإمارات لها مشروع في ليبيا وهو إفشال دولة ليبيا وإفشال نموذج الثورات العربية، وبالتالي هي دفعت المليارات لن تتخلى عنه بكل بساطة فقط لمجرد رفع شعارات السلام، وهذه الشعارات التي تدغدغ مشاعر الليبيين ولكن للأسف يراد منها طي صفحة الجرائم. طيب. ويعني اتباع سياسة الإفلات من العقاب وهي ما تزيد من نسبة هذه الجرائم، وبالتالي تسطيح المسألة. وأنا أتوقع أن هذه تسريبات خلفها يعني ميليشيات الكرامة نفسها وأذرعها الإعلامية سواء بقنوات أو نشطاء على الفيسبوك أو ما إلى ذلك لإيهام الشعب البسيط الليبي بأن هو خليفة حفتر ينقاد وراء السلام وسوف يدخل في العملية السياسية وما إلى ذلك. هذا ضحك على الذقون ويعني تسطيح. طيب. للأزمة الليبية والمأساة الليبية. طيب سيد حمد العشابي، هذه التحركات لمرتزقة الفاغنر الأخيرة تأتي في ظل الحديث أو في سياق الحديث عن قرب عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت. هل تعتقد أن هذه التحركات جاءت فعلا من أجل التهيئة والتمهيد لعقد هذه الجلسة، أم أن لها أغراض أخرى؟ نعم، هي عملية يعني إعادة تموضع أو يعني عملية تغيير لتمركزاتهم، يعني لكي يوصلوا رسالة إلى العالم، أقصد ميليشيات حفتر لكي توصل رسالة إلى العالم وإلى الشارع الليبي بصفة عامة بأن سرت خالية من المرتزقة وغيرها، وبأن لا وجود لمرتزقة فاغنر كما يعني تدعي قنواتنا أو القنوات التابعة لحكومة الوفاق. كل هذه يعني كلها خداع
للشارع الليبي وللبسطاء من السذج الذين يعني اعتبرهم سذج اللي هم جماعه الخمسه زائد خمسه الذين يعني يقولون لا مانع لعقد جلسه مجلس النواب في سرت. لماذا لا تعقد جلسه مجلس النواب في 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 غدامس؟ لماذا لا تعقد في مدينه الزنتان؟ لماذا لا تعقد في زواره؟ لماذا لا تعقد في هذه المدن؟ هي مدن امنه وخاليه تماما من التشكيلات المسلحه، وبامكان كل أعضاء مجلس النواب في ليبيا أن يأتوا إلى مدينة الزنتان لأنها تحتضن من كل الأطياف الليبية سواء من كان مع الكرامة أو ضد الكرامة، وهي مدينة يعني لم يحدث فيها شرخ للنسيج الاجتماعي بين أبنائها سواء الخضر أو الكرامة أو الفبرايريين. لماذا الإصرار على مدينة سرت؟ مدينة سرت المفروض أن الحكومة أو أعضاء مجلس النواب التابعين أو المؤيدين لثورة فبراير والذين لا يحسبون على خليفة حفتر أن يرفضوا الجلوس في هذه الجلسة مع هؤلاء النواب الذين يعتبرون الآن نوابا مقاطعين. نواب طبرق الآن هم الأقلية وهم النواب المقاطعين أساسا. عقيلة صالح يجب أن يكون أو يعتبر أن نائب مقاطع ولا يعتبر رئيس مجلس النواب. لماذا يعني التشبث والتمسك بهم والانصياع إليهم؟ لماذا كل هذا يعني الخضوع لهذه المنظومة المهزومة التي هزمت على يد رجال وأشاوس بركان الغضب؟ الآن بدل أن نجني ثمار الانتصار الآن يعني بعد الانتصار طيب. لكن رغم ذلك ما مدى إمكانية لهم والإذعان لكل نعم شروطهم؟ نعم سيد أحمد العشابي، ما مدى إمكانية عقد جلسة لمجلس النواب كما يصر عقيلة صالح إما في سرت أو في طبرق في ظل كل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها؟ ما مدى إمكان انعقاد هذه الجلسة فعلا؟ والله في ظل هذا الإصرار أعتقد أن لا يوجد شيء، يعني لا يوجد خيار آخر أمام حكومة الوحدة الوطنية والنواب كل أعضاء مجلس النواب من حضور هذه الجلسة. لكن أنا أدعو الشرفاء فيهم بأن يقاطعوا هذه الجلسة وأن يعتبروا هذه المدن غير آمنة. كيف يعني يقاطعون هذه، كيف يحضرون هذه الجلسات؟ هذه العاصمة طرابلس هي يجب أن تكون هي من تحتضن كل هذه الحوارات. لماذا الذهاب إلى واضح هذه المدن المخطوفة والمحتلة والتي تخضع لهذه الميليشيات الإجرامية؟ نعم واضح وجهة نظرك سيد أحمد العشابي. أخذ يعني تعليقا أخيرا من سيد المهدي كشبور، في ظل كل هذه الظروف التي تحدثنا عنها، هل تعتقد أنه من الممكن أن ينعقد مجلس النواب إما في سرت أو في طبرق ويأمن النواب على أنفسهم، أو أنهم سوف يغامرون للانعقاد في هذه المناطق؟ نعم سيدي الكريم، هو الآن يعني أصبح شبه يعني محسوم مسألة الانعقاد في سرت، مسألة طبرق تم تجاوزها، ولكن للأسف هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب يعني خاصة الذين كانوا مقاطعين لن يستطيعوا الحضور إلى طبرق بسبب تهديدات أمنية. إلى سرت تقصد؟ نعم إلى سرت تقصد؟ إلى جلسة سرت نعم، بسبب تهديدات أمنية وخوفا على سلامتهم الشخصية، ويحق لهم ذلك سيما وأن سرت يعني تسيطر عليها ميليشيات كرامة سواء كانت الفاغنر أو ميليشيات ليبية أو من جنجاويد أو السوداني، الميليشيات السودانية أو ما إلى ذلك. وبالتالي يعني سوف نفقد حس وطني كبير من خاصة الأعضاء المقاطعين الذين رفضوا مهزل الطبرق، لن يستطيعوا حضور تلك الجلسة. فالأمر يعني ربما تنعقد الجلسة، لكن هل يتحصلوا على النصاب أو لا؟ هذا أمر يعني ستكشفه الأيام القادمة. نعم ستكشفه الأيام، ستكشفه الأيام القادمة إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر سيد المهدي كشبور المحامي والسياسي الليبي، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول. كما نشكر السيد حمد العشابي الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا من استديوهاتنا في مصراتة. ونشكركم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم. إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم.